المزيد حول هذا الملف ينضم إلينا من دهوك الزميل بيوار داخاز. أهلا بيوار، مساء الخير. أهلا بيوار. نعم، تحية طيبة زملائي. بالتأكيد يعني مع اقتراب موعد الانتخابات تكثر هناك النشاطات، الجلسات التي تحث جميعها على ضرورة المشاركة في الانتخابات، خاصة يعني في محافظة دهوك هناك نوع من الحملات التوعوية التي تصب جميعها في مصلحة أهمية الانتخابات والمشاركة في هذه الانتخابات. حاليا تعقد جلسة من قبل منظمة هند للديمقراطية والشباب بالتعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مكتب محافظة دهوك حول مواضيع عدة، من ضمنها آخر استعدادات المفوضية للانتخابات وكذلك ضرورة المشاركة في الانتخابات. معي السيد خالد عباس مدير مكتب محافظة دهوك للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات. أستاذ خالد، يعني بداية حدثنا عن دوركم في هذه الجلسة، بعد ذلك آخر استعدادات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في دهوك للانتخابات المقبلة. نعم، بناء على طلب منظمة بالتنسيق مع المنظمة قمنا بالمشاركة في الندوة الحوارية التي تم إجرائها من قبلهم اليوم. الهدف من إجراء هذه الندوة الحوارية هي حث وتوعية الناخبين على الترويج لاستلام بطاقاتهم البيومتريه وايضا المشاركه في الانتخابات التي من المقرر ان يتم اجراءها في 10 من تشرين او من العام الحالي. وبالتاكيد تم التطرق الى مواضيع اخرى فيما يخص قانون الانتخابات وايضا استعدادات المفوضيه ومكتب دهوك بشكل خاص. استاذ خالد، يعني تحدثنا عن اخر استعدادات المفوضيه، هل هي جاهزه مكتب دهوك طبعا للانتخابات المقبله؟ المفوضيه اكدت في عده بيانات بانها جاهزه لاجراء الانتخابات، وايضا حاليا نحن بصدد اقامه العديد من الورش التدريبيه لموظفين المستوى الثاني، وايضا تم الانتهاء من طباعه سجل الناخبين وايضا ورقه الاقتراع الخاص بالانتخابات، وايضا في الاسبوع في يوم الاثنين القادم ستكون هناك لدينا عملية محاكاة تجريبية انتخابات مصغرة في عموم العراق، وذلك لمدى كفاءة استخدام هذه الأجهزة التي سوف يتم استخدامها في الانتخابات. هذه العملية المسمى بالمحاكاة، من هم الذين سوف يشاركون في التصويت؟ موظفي المفوضية في المكتب والمراكز هم سيدلون بأصواتهم وسيتم إرسال النتائج عبر الأقمار الصناعية إلى البغداد، ومن ثم مقارنة هذه النتائج الإلكترونية مع النتائج الورقية. هل هناك أي أنباء عن تأجيل هذه الانتخابات إلى حد هذه اللحظة؟ خاصة يعني انتشرت بعض الأنباء يوم أمس عن طلب من مجلس الوزراء بتأجيل هذه الانتخابات. لحد اللحظة لا توجد أي تأجيل، نحن مرتبطين بمجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كمكتب انتخابات محافظة دهوك، وكافة الإجراءات اللازمة لإنجاح وسير هذه العملية قد تم اتخاذها من قبل جميع المحافظات في عموم العراق، ولا يوجد لحد الآن أي تأجيل أو أي خبر عن تأجيل الانتخابات. السيد خالد عباس مدير مكتب دهوك المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، شكرا جزيلا. طبعا زملائي، أيضا أود الإشارة بنقطة، إنه هذه الجلسة سلسلة من مجموعة من الجلسات الأخرى أو ربما النشاطات الأخرى عن طريق مشروع يقام من قبل المنظمات المجتمع المدني وبالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تحث جميعها في ضرورة وأهمية المشاركة في العملية الانتخابية المقبلة. نعم دخاز، شكرا جزيلا لك.